رجعنا لكم قبل الفاصل، عملنا كريم كراميل، قلنا هنقدمه عندنا بالتمر اللي هو البلح عندي اللي هو من غير نوى من غير قشر. هنقلبه وهنقول لكم هنقلبه ازاي، ولكن قبل ما اقلبه هخش معايا بعد كده بسرعه على بسكويت الاثرياء. انا والله مسميه الاثرياء لثرائه، مش الثراء اللي بياكله، لا لثرائه هو شخصيا. ماشي، عباره عن ثلاث انواع من الدقيق بعيد عن القمح خالص، ثلاث انواع من الدقيق بعيد خالص عن القمح، او ثلاث انواع من الحاجات اللي هي هنسميهم دي، لان برضو الشوفان ده انا بعتبره لو طحن قوي بيعتبر نوع من انواع الدقيق برضو، وعندي دقيق رز وعندي دقيق كمان ذره. يبقى عندي كوبايه شوفان، وعندي نص كوبايه شعير، دقيق شعير، ونص كوبايه دقيق ذره، وعندي بعد كده كوبايه سكر، وعندي بعد كده الزبده بتاعتي اللي هي عباره عن نص كوبايه زبده، وعندي بعد كده بيضه وفانيليا، ونشوف بعد كده عامل ازاي. ماشي، زي ما شايفين كده مخرجنا جميل جايب المقادير، جايب المكونات قدام حضراتكم كده علشان ان شاء الله نعملها وتبقى كويسه ان شاء الله. تاني بنقول تاني، مقاديرنا عباره عن بسكويت الاثرياء، عباره عن كوب شوفان، كوب شوفان، وعندي نص كوبايه دقيق ذره، ايا كان بقى دقيق ذره اصفر احمر ابيض زي ما انت عايزه، دقيق ذره متوفر بالسوق. ماشي، بعد كده نص كوبايه دقيق شعير، دقيق شعير او التلبينه، دقيق شعير او التلبينه، انا بفضل دقيق شعير اللي هو ايه بنخلته، يعني بيكون بالنخاله بتاعته مش منخول. ماشي، وبعد كده نص كوبايه دقيق رز، نص كوبايه دقيق رز. ماشي، يبقى اربع انواع من الدقيق اهو. وبعد كده عندي بيضه، كوبايه سكر، وثلاث ارباع كوبايه زبده في درجه حراره الغرفه، وعندي كده بعد كده نص معلقه صغيره فانيليا، وثلاث ارباع معلقه بيكنج باودر. لما اقول ثلاث ارباع فقط من غير ما نذكر حاجه يبقى ثلاث ارباع معلقه كبيره، لما نقول معلقه صغيره بنقول معلقه صغيره، مش شايفين كده زي نص معلقه صغيره من الفانيليا. سجلوا مقاديركم، وبعد كده الكلام ده هنسويه على درجه حراره 200 درجه ميه، بياخد معايا بالظبط، سجلها دي عندك يا حسني من فضلك مش مكتوبه، من 10 ل 12 دقيقه، بياخد 200 درجه من 10 ل 12 دقيقه، بيطلع معايا ولا احلى ولا اجمل من كده ان شاء الله. اول حاجه عندي هنا بنعملها، بناخد عندنا ادي السكر مع الثلاث ارباع كوبايه زبده اهو في درجه حراره الغرفه. والله بص يا جماعه، عايز تعملها بايديكي ماشي، عايز تلبسي جوانتو، عايز تعمليها بمضرب ماشي، عايز تعمليها بمعلقه خشب ماشي، زي ما انت عايزه. الكلام ده مش هحتاج فيه ضرب مبرح، مش هضرب ضرب مبرح خالص، الضرب عندي ضرب بسيط جدا. خلي بالك كده اهو، اهو اقلب كده الزبده مع السكر اهو كده، مش هنحتاج ابدا ضرب ايه، ضرب مبرح كده بالراحه اهو، يا دوب بس بالراحه عليا يا ريس. ايوه ماشي، زي ما انتم شايفين كده اهو. نبدا السكر عندي اهو، ابدا اقلبه كويس قوي مع بعضه كده اهو، هيتقلب ما تقلقوش، كل حاجه بالصبر ان شاء الله كده كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل جدا، بسيط جدا جدا، اهو ضربته اهو، ما بحتاجش برضو ان انا ايه، ان انا اقلب فيه جامد جدا واعمله كريمه، لا قلنا ضرب عادي جدا، يا دوب بس عندي السكر والزبده يختلطوا مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو تمام اهو. بعد كده بديله عندي البيضه، واول ما ادي البيضه ادي عندي النص معلقه صغيره فانيليا اهو، ما كترش فانيليا برضه عشان الفانيليا بتحصل لها ايه، بتمرر معايا، اقلب كل الكلام ده مع بعضه كده اهو كده، نازل كده اهو عشان احط الدقيق بعد كده، اجيب كل الدقيق معايا، ادي نص كوبايه دقيق رز، كوبايه دقيق شوفان، شعير نص كوبايه، ذره نص كوبايه، ثلاث ارباع بيكنج باودر، كل الكلام ده مع بعضه اهو، اقلب كده اهو زي ما انتم شايفين كده، بقلب كل المكونات، ما عنديش خالص دقيق قمح. ليه؟ قلنا بنهديه للناس اللي عندهم حساسيه من جلوتين القمح، ماشي؟ ممكن ياكلوا زينا بسكويت عادي ويتهنوا وبقى احلى كمان، صدقوني والله الحاجات دي لو انا ما قلتش انها كذا كذا هتاكلوها، هتحسوا بطعمها جميل جدا جدا، مش محتاجين اصلا فيها دي القمح بتاعنا اللي احنا ايه؟ اللي احنا دايما بنحطه في كل مخبوزاتنا اهو، اقلب كده، واجي هنا المكونات دي احطها كده اه بس، واقلب اه، سهل الموضوع، سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه اه. اجهز عندي في التلاجة، الكلام ده احطه عندي في التلاجة لمدة يعني نص ساعة ربع ساعة، وممكن اشتغل على طول يعني على حسب ما انت عايزة. ف
فاضيه تشتغليها على طول اشتغليها، مش فاضيه حطيه في الثلاجه لمده نص ساعه. هيفرق يا شيف محمد؟ مش قوي. لما تحطيه في الثلاجه مش هيفرد معاكي قوي زي ما احنا ايه لو عملناه على طول. عملناه على طول هيفرد معاك على طول، حطيه في الثلاجه هيفرد معاك اقل. اهو ادي عجينه عندي اهي زي ما انتم شايفين كده، عجينه سهله جدا وبسيطه قوي اهي، ما فيهاش اي حاجه خالص. حلو حلو، وكمان مغذيه جدا، فيها عندي الشعير بيخفض الكوليسترول، في عندي الشوفان الياف فايبرز بيخفض الكوليسترول، مفيد جدا جدا للضغط، مفيد جدا جدا. الناس اللي بتعمل دايت بقى حلو جدا ده بالنسبه لها، تاخد قطعه واحده، تاخد قطعه واحده زي الفل، وطعمه جميل جدا جدا على فكره يا حسن. انا عارف انك عامل دايت فان شاء الله تدوق منه النهارده كده زي ما انتم شايفين كده. اهو اخد ده وده مش هتفرق، هوريكم اهو هنعمل دي هنكورها كده. عندي طريقتين، يا اما اخدها اكورها كده اعملها كده اهو بالشكل كده واضغط عليها كده شويه اهو، يا اما اخدها اكورها كده واسيبها وحركوا الثلاثه الفرق بينهم ايه؟ خالص خلاص كده اهو، يا اما اخدها كده بطريقه عشوائيه كده اهو كده، والثلاثه صح شايفين؟ ده فردتها اهي ودي سبتها مكوره ودي خدتها بطريقه عشوائيه كده حطيتها كده، الثلاثه صح. نكمل بقى بعد كده اهو اهو، نكمل كده اهو كده اه بالشكل ده، طبعا جميل جدا. انا عايز اقول لكم الحاجات الجميله قوي كده اه كده، هتحبوه جدا، طعمه هتلاقيه مميز شويه، مميز عن اي بسكويت ممكن ناكله، هتلاقيه فيه قرمشه غير عاديه، مش لدرجه ان هو يعني يأذي الاسنان، لا هتلاقيه فيه قرمشه حلو قوي، هتلاقيه فيه طعم جديد. انا بقول جديد ليه؟ لان انا عندي ثلاث حاجات موجودين فيه ماشي، اللي هو الرز والشعير والذره، الثلاثه دول مع بعض شوفان جاهز. في ناس جربته كتير جدا حاطط شوفان على البسكويت واكلته مجربه طعمه، لكن الثلاث حاجات دول مع بعض هيديني طعم جديد خالص هنحبه ان شاء الله وهيعجبنا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده اهو، قلنا بنحط ايه مقطعه شويه كده، ناخدها كده اهو نجمعها كده بالشكل ده كده اهو، وابدا اجهز الفرن عندي 200 درجة مئوية. قلنا يا اما تكة كده عليها كده كده كده، يا اما نسيبها بطريقة عشوائية، وهنوريكم لما تطلع من الفرن الحاجات دي يكون شكلها عامل ازاي، هل اللي فردناها هيكون ليها شكل، واللي سبناها مدورة ليها شكل، واللي حطيناها بطريقة عشوائية ليها شكل تاني. هناخدها كده ندخلها الفرن عندنا على درجة حرارة قلنا كام؟ 200 درجة مئوية من 12 ل 15 دقيقة ماشي؟ اه ندخل الفرن كده ونسيبه. بعد كسكوت الاثرياء اللي انتم شايفينه ده عباره عن اربع انواع من الدقيق يعني الدقيق زي ما احنا قلنا كده، عباره عن واحد شوفان، نص شعير، دقيق شعير، نص دقيق ذره، نص دقيق رز، مع ثلاث ارباع كوبايه زبده، ثلاث ارباع كوبايه زبده، مع كوبايه سكر، مع عندي ثلاث ارباع معلقه بيكنج باودر، مع نص معلقه صغيره فانيليا. ولازم نشوف كده لما نيجي نقطعه، وقلنا شكله يا جماعه، لو انا بطلت عليه بقى شكله كده، لو انا كورته وسبته هبص يا حسني، اول حاجه لو انا بطلت عليه بقى شكله كده اهو اهو حلو كده اهو اهو، لو انا كورته وسبته بقى كده اهو، لو انا سبته عشوائي بقى كده زي ما انتوا عايزين. واهم حاجه عندي بص كده من تحت اهو اهو، يا سلام الله اكبر عليكم، 100 100 فاخر فاخر ماشي. نسيب كريم بقى يعبيه.